فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالضمانة الربانية أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الأخرى. هذه هي الضمانة التي أعلنها الرب جل جلاله للخلق كلهم، أن الله عز وجل اختص هذا البيت بخصائص عظيمة فجعله هدى للعالمين، كما قال ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والهداية أمر عظيم، فكانت مما خوطب به الأبوان أثناء نزولهما من الجنة، كما قال ربنا جل جلاله لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالضمانة الربانية أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الأخرى. هذه هي الضمانة التي أعلنها الرب جل جلاله للخلق كلهم. وهنا يكون السؤال الجاد: أين يجد الإنسان هدى الله؟ وكيف يتحصل على هدى الله؟ الله جل جلاله أخبرنا في كتابه عن الأصول التي بها يهتدي الإنسان، فأخبرنا عن أمور ثلاثة بها يهتدي هذا الإنسان: أولها القرآن، الكتاب، الفرقان، النور. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله جل جلاله في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هدى والقرآن يهدي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هادي والنبي يهدي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإنك أي يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما ثالث هذه الأصول التي بها يهتدي الناس فهو هذا البيت العتيق في الآية التي أشرت إليها، وهي قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.